شكرا لكم بالشكر الجزيل لحضوركم معنا وتلبية الدعوة للحضور لهذا اللقاء الذي يندرج في إطار الاحتفال بالذكرى 18 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فبخصوص حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال مرحلتيها الأولى والثانية بإقليم قنيطرة، فقد تمت خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2018 برمجة ما مجموعه 1168 مشروع لفائدة ما يناهز 348 ألف مستفيد ومستفيدة. أحمد بن السادس نصره الله وأيده وحفظه وفي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه السميع المجيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوالدة في خطاب العرش اليوم 29 يوليو 2018 وكذلك على نتائج وخلاصات وتقييم وتوصيات مختلف الشركاء بعد إعادة توجيه البرامج سعيا للنهوض بالرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة، بالإضافة إلى اعتماد جيل جديد من المبادرات المثيرة للدخل والمحبطة لفرص الشغل. شرف قديم الأعتاب الشريفة السيد فؤاد حمدي عامل إقليم القنيطرة رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بأن يرفع إلى السدة العالية بالله آيات الولاء والإخلاص والوفاء والتشبث المتين بأهداف العرش العلوي المجيد. ونغتنم هذه الفرصة يا مولانا لنؤكد لجلالتكم عن فخرنا واعتزازنا بتفعيل الورش الملكي الكبير للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. حفظ الذكر الحكيم وأبقاكم ذخراً وملاذاً لشعبكم الوفي، وأدام على جلالتكم نعمة النصر والتمكين، وقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، وشد عضدكم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير رشيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام على المقام العالي لله حمل بالقنيطرة يوم 25 شوال 1440 الموافق 18 مايو 2023 خديم الأعتاب الشريفة عامل إقليم القنيطرة رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية فؤاد الحمدي. أقيم بهذه المناسبة من طرف السيد عامل صاحب الجلالة.